مرة تانية توصف دي صاحب القميص رقم 11 فيها ضربة حرة، ضربة حرة، مش ممكن إثارة اللقاء، مش ممكن إثارة اللقاء وجمال اللقاء أعزائي المشاهدين الكراء، لقاء مثير في كل حاجة، هل يا ترى ضربة حرة ولا ركلة جزاء؟ قلت حضراتكم حكم اللقاء الكابتن محمد الشرقاوي أشار بضربة حرة من خارج منطقة الجزاء، اعتراضات من لاعبي بلقاس واعتراضات من الجهاز الفني لنادي بلقاس، مش عارفين القرار ايه في الشبكات داخل المستطيل الاخضر ما بين لاعبي الفريقين. حكم اللقاء الكابتن محمد الشرقاوي راح للايمان، مش عارفين القرار. حكم اللقاء بيقول من خارج منطقة الجزاء، واللايمان بيقول من داخل منطقة الجزاء. هل يا ترى قرار حكم اللقاء هيكون ايه؟ دائما وابدا حكم اللقاء دائما وابدا حكم اللقاء، حكم الساحه هو صاحب القرار.